السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بخير. بخير لاباس عليك كي داير؟ كريم. اسم كريم بن دهاج عبد المالك قبيلة الحيينة جماعة سيدي محمد الحسن دائرة تيسا. يعني فاتكم شاركتوا في مهرجانات أخرى، غادي ديرنا واحد المقارنة تقريبية ما بين المهرجانات اللي شاركتي فيها مع هذا المهرجان تاع صبع الرواد. كنشاركوا في المهرجانات ديال عمالة تاونات إقليم. كنشاركوا في العملات ديال فاس، وكنشاركوا في العملات ديال مكناس، وكنشاركوا في عملات سيدي قاسم، والمهرجانات كلهم في المستوى، وكلهم كيتربطوا بالخيل والركوب، وكاين المهرجان كلهم الحمد لله كيدوزوا مزيان، وكيهتموا الناس اللي كيمارسوا على هذا الشيء ديال التسيير، وعلى هذا الشيء ديال التنظيم في اي جماعه وفي اي عمله. درنا شويه على المهرجان ديالنا كي جاك الطلب ديالو، وكيمارسوا على هذا الشيء، وكنطلبوا لهم السلامه والتيسير، وكيعاونوا مالي الخيل، وكيديروا لهم واحد الشجاعه في اي موسم. وهذا مهرجان فاس عملت سبع رواضي مولاي يعقوب. هذا الموسم هذا الحمد لله لا عام الاول ولا هذا العام داز في المستوى، لا بالتنظيم ولا بالتسيير ولا بالناس ديالو في المستوى اللي كيجيو لعندنا حنا ويمارسوا معنا هذه الحاله، حيت حنا مالي الخيل شويه فينا شويه ديال المشاكل وشويه ديال شويه ديال المشاكل وشويه ديال الصداع، ولكن كله كيولوا فرحه وكتولي نزاهه لينا ولهاد الناس اللي مسهرين على هذا الموسم. تكلمنا شويه من حيث الدعم اللي تلقيته، واش كان كافي؟ والحمد لله هاد الجماعه وهذا الرئيس ديالها والرئيس الدائر ديالها والعامل ديالها ولا الناس اللي في المستوى ولا السي الخليفه اللي كيمارس معنا ليل ونهار، كاين الدعم الحمد لله. كاين الحمد لله الدعم على اولا حنا موالي الخيل، اللي كيهمنا هو الملعب يكون مرشوش، والبارود يكون كافي، والحبوبه تكون كافيه، وكيهمنا هو الشعير جابوه لنا الله يكثر خيرهم، وهو البال جابوه لنا الله يكثر خيرهم، والماء الملعب كيترس صباح وعشيه. وهاد الناس كنشكروهم، وكنشكروا الجماعه ديالهم والرئيس ديالهم والسيد العامل ديالهم، وشكرا للناس اللي حاضرين، وكنطلبوا السلامه والتيسير لكلش.